الثقافي، حيث أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن جوائز الفنون في دورتها الرابعة لعام 2023، وتقدم لهذه الدورة 1056 فنانا ومعماريا وناقدا تشكيليا من جميع أنحاء الجمهورية بإجمالي 1850 عملا فنيا ومعماريا وبحثا نقديا في 5 أفرع: الرسم، النحت، النقد الفني التشكيلي، العمارة، التصوير الفوتوغرافي، بزيادة وقدرها 41% عن الدورة السابقة. تبلغ قيمة الجوائز المقدمة في كل فرع من هذه الأفرع 100,000 جنيه مصري مقسمة كالآتي: الجائزة الأولى 50,000 جنيه ودرع التكريم، الجائزة الثانية 30,000 جنيه، الجائزة الثالثة 20,000 جنيه. وتوجه مجلس الأمناء والفنان فاروق حسني بالشكر للسادة أعضاء لجان التحكيم على مشاركتهم الفعالة وجهدهم المتميز لإنجاح الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة، متمنين لجميع المشاركين كل التوفيق والنجاح والتميز. طبعا احنا يعني انا شايفة انه مش عارفة اقولها ولا مش عايزة ازعل حد. لا قوليها. يعني المجهود اللي بتعمله مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون والدعم اللي بتديه للفنانين المصريين اصبح اكثر عمقا من الذي تفعله وزارة الثقافة. متفق مع حضرتك في يعني أنا, انا 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 اسف ان انا بقول ده يعني، بس يعني اشعر بده الاهتمام والدعم و و و و والبحث والجوائز واللجنه و و فين وزاره الثقافه؟ الاشكاليه حضرتك بتحس بتقولتيها دي محسوسه عند ناس كتير لسببين. اول سبب، اجهزه الحكومه الى حد ما ما بتبذلش مجهود في تسويق انتاجها ونشاطها، ودي مسألة يعني احنا بنعمل شغل كتير جدا وكويس جدا لكن محدش بيعلن عنه بالشكل الكافي واللائق. ده جزء. الجزء الثاني، احنا الدولة بتشجع المجتمع المدني، دي مؤسسة خاصة من ضمن مؤسسات المجتمع المدني. صحيح. وبالتالي نجاحها ما كانش هتنجح لو البيئة ما بتشجعهاش، او في ولا ناس ابطال ولا المؤسسة، وده اللي موجود فعلا بيشتغلوا رغم الظروف المحبطة اللي موجودة حواليه. المؤسسة دي من 2019 موجودة. الميزة في السنة دي في 2023 في القطاعات الخمسة انه حجم المشاركة اكبر بكتير، من يعني وصل في النحت مثلا 100% زيادة، ضعف 191 عمل ضعف اللي تقدم السنة اللي فاتت. ده معناه ايه؟ معناه انه في نجاح للمؤسسة، في ثقة يا فندم، وفي ثقة وفي استمرارية. صحيح. ده صحيح، وفي والى اخره، كل ده شيء كويس، وده بيصب في النهاية شئنا ما بينا في القوة الناعمة المصرية. ما هو ده برضو بيزيد من، لأنه أنت حضرتك أحد يعني من رئيس أحد لجان التحكيم من جامعة أردنية وآخر وعرب ورموز في الفنون القطاعات الخمسة من الدول كلها. مصر سر قوتها الحقيقية هي القوة الناعمة، تجاهلناها فترة طويلة قوي لأنها ما بتأكلش يعني، ما يعني للأسف. لكن لا، لازم نشجع هذه الخطوة، وهي خطوة مشرفة لمصر، ومش عايز أقول الدولة تشجعها، لا مش عايزين الدولة تشجعها، الدولة خليها بعيد عنها، لكن بلاش عراقيل قدام عمل هذه المؤسسة الناجحة اللي بتقدم شغل متميز. صحيح. نشكر الفنان فاروق حسني كمان. طبعا. الوزير فاروق حسني. طبعا. إنه يعني طول عمره في هذا المجال معطاء، وهو قال حاجه، قال انا بعمل المسابقه دي لانه عايز اعيد مكانه الثقافه الرفيعه الى مكانها في الثقافه المصريه. صحيح. الثقافه المصريه دي كانت اكثر ثقافات رقيا، مش بس في المنطقه العربيه، في العالم كله. طغيان الماده والبعد التجاري خلى الذوق المصري اللي هو حضرتك اشرت ليه، مساله الثقافه، خلى الذوق المصري يتراجع. فلا، المؤسسه دي بتعمل شغل كويس، ومحتاجين ان احنا تقدم لها تغطية إعلامية على الأقل كافية. ده في حد ذاته هو ده المظبوط، التغطية الإعلامية، إنما التدخل الرسمي أنا التدخل سيبهم يشتغلوا، نسيب الناس تشتغل. الأستاذ الدكتور أحمد أسمان مستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنا بشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضرتك على هذا طريقة الحوار الذكية جدا، وبشكر الجمهور طبعا. أهلا بيك. مشاهدينا الكرام، بكده انتهت فقرتنا الإخبارية، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنتكلم على المجهود اللي بتقوم به الدولة هذه الأيام والأيام السابقة أيضا لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية. انتظرونا.